السلام عليكم. حلقة اليوم في غاية الأهمية، الجزء الأول باش نخصوها المستقبل حنباع المجيبي مع فريقه مانشستر يونايتد، واللي نجمو نقوله وضاح. ولا الجزء الثاني من الحلقة باش نخصوه الإسماعيل الغربي ومستقبله مع المنتخب التونسي، واللي كيف النجم نقوله شبه وضاح. لكن قبل هذا خليونا نقوله الإعلامي مهدي عبيد، الإعلامي في إذاعة شمس FM والعربي الجديد، يقول اليوم أنه الياس العشوري بنسبة كبيرة ما هوش باش يكون أساسي في تشكيلة المنتخب التونسي أمام منتخب غينيا الاستوائية بسبب إصابة عرضلها مع فريقه، وقاعد يتحسن وبنسبة كبيرة باش نلقاه أساسي في المقابلة الودية أمام المنتخب الجزائر. إن شاء الله العشوري ما تكونش الإصابة متاعه بليغة، وإن شاء الله ما تحرموش من المشاركة في المقابلة الودية أمام المنتخب الجزائر، ومش مشكل حتى لو ما شاركش مقابلة كاملة أمام منتخب غينيا الاستوائية، لأنه نعود وقولوها كما قلنا في الحلقة الفاردة، راهو في أدغال إفريقيا والملاعب السيئة في بعض الدول، عمرنا ما نتفكر لاعب تونسي صاحب إمكانيات كبيرة قدم مقابلة كبيرة في الملاعب اللي خلينا نقولوا عليها شبه ملاعب كرة قدم، لذا ما نتصوروش الياس العشوري حتى لو باش يكون أساسي ضد غينيا الاستوائية باش يقدم مقابلة كبيرة، مقابلة بطولية، لذا إن شاء الله نلقاوه أساسي ضد منتخب الجزائر. فيما يخص البث التلفزي اللي معمول به في العالم، ولا أخطاونا من العالم، خليونا نحكيوا على الجيران متاعنا، اللي معمول به وقت اللي منتخب يلعب، الشعب أو المتابعين للمنتخب متاعهم تتبثلهم المقابلة على قناتهم الوطنية، هذا اللي معمول به كما كان يصير في السابق مع المنتخب التونسي. احنا الله غالب، وكالعادة المقابلة باش تبثها قناة البي ان سبور 4 بطبيعة القناة المشفرة. فيما يخص المقابلة الودية ضد المنتخب الجزائري باش تبثها القناة الوطنية، وما أدراك ما الوطنية اللي كالعادة ديما الأولى وديما السابقة كان في حاجة ببلاش، أي حاجة بلاش تلقى الوطنية الأولى. علاش؟ على خاطر لهماجة، على خاطر ما عندهمش قيمة، على خاطر ما عندهمش ضمير، خليونا نقولوا ديما يلوجوا كان على الببلاش، ويلوجوا كان باش يتيتموا باش يسخفوا عليهم. علاش مو بينا المقابلة باش تبثها الجزائر؟ عادي جدا، راهو مشاو وحكاو معاهم وعطيونا خلي وكذا ونعرف شنو، هاي قالوا لهم برو مشي خذوا وما تدفعوا حتى فرانك، تلقاهم كالعادة ديما السباقين. أرجو الحنباع للمجبري ومستقبله مع فريق مانشستر يونايتد. وقت اللي باش نسمعوا الكلام اللي تحكيه اليوم في إذاعة موزايك FM ونربطوه مع أخبار نزل تقريبا عنده نهارين التالي، النجم وقتها نفهموا مستقبل حنباع المجبري فينا بالضبط. لكن خليونا نسمعوا شنو تحكيه على حنباع في موزايك FM. تم حنباع المجبري اللي من سويعتين تقريبا ذو أتليتك كان هبطت أرتيكل حكيت على عملت لانفونتير بزموة متاع الملعبية اللي في مانشستر يونايتد اللي راجعين وإلا اللي ماشيين بخي. ثم فقرة نحب نقرأها الحق، مش فقرة جملة، يقولوا معناها كونوا حنباع الإزديم الدوبي تبي تالنت دوبلير تبي تو تالنت دوبلير، معناه باش يقعد على البنك. يعني هو سي تان جوغ اوسي تالونتيو لين باش ما ينجمش يقعد على البنك، مش مجهول باش يقعد على البنك ولا يلزم إريك تان هاغ يختار من توا الوحده نتاعو. وحتى حنا بال عامل بريسيون نو سونس، خاطر ثم التورني في لي زيتازوني يا اما باش يمشي يعمل معاهم التورني ومن بعد باش ترسي حتى شوى ينقص شوية بارابور اللي كانت عنده فرص مش يخرج توا ترسي له كيما عملوا له يقعد الجانفي بعد يمشي برمنغام، وإلا من توا الدوس دي سي دي باش يمشي يعمل البريم تاعو، خاصة كيما تقول أتليتيك اللي هو تو تالنتد بلاير، يعني ما ينجمش يقعد على البنك وقت اللي هو عنده الطالون هذا الكل. بالنسبة لي منتصر الطالب يحكينا عليه الناس الكل. هذا فيما يخص حنباع المجبري. وهناك نربطوا الأخبار اللي نزل اليوم في صحيفة ذا أتليتيك البريطانية بخبر نزل نهارينا التالي في العربي الجديد، يقول إنه الكواليس المنتخب التونسي في المعسكر قبل انتقال المنتخب الغينيا الاستوائية حنباع المجبري احكي مع بعض الملاعبية وقالهم إني الموسم الحالي باش نقعد مع مانشستر يونايتد لاني خارج على سبيل الإعارة ولا كيف خارج نهائيا. كان نفهموا حنباع المجبري باش يقعد مع مانشستر يونايتد، حنباع المجبري صحيفة أتليتيك البريطانية تقول للاعبي هذا الفنيات والخصال متاعه ما تخليهش لاعب يقعد على دكة الاحتياط. ونحكيه على فريق مانشستر يونايتد اللي كما قال إيريك
تنهاج يحب يوقف الموسم الحالي مانشستر سيتي وبش ينتدب بعض الملعبية من المستوى العالي. يعني ثلاثة الأخبار هذه كي نخذوها ونحبوها تتجانس مع بعضها نفهموا أنه حنا بعلى المجبري الموسم الحالي المدرب إيريك تنهاج بش يعطيها فرصة، الفرصة اللي تتمثل أنه حنا بعلى في بعض المقابلات بش يشارك بعض دقائق نصف ساعة، ثم مقابلات ممكن تكون في المتناول حنا بعلى نلقاوها كأساسي. يعني في ظل الزخم الكبير متاع الملاعبية المتواجد في وسط ميدان مانشستر يونايتد والانتدابات اللي باش يقوم بها في الميركاتو الصيفي، لو حنا بعل المجبري يكون متواجد في قائمة الفريق في كل المقابلات وبما فيهم رابطة الأبطال الإفريقية، لو حنا بعل الأوروبية، لو حنا بعل المجبري يلعب في بعض المقابلات اللي النجم يقولوا كما قلنا في المتناول كأساسي ويلعب في بعض المقابلات المهمة حتى ربع ساعة ونصف ساعة في الشوط الثاني. بطبيعة مانيش نحكيو على كل المقابلات، يعتبر موسم ناجح وبامتياز الحنبال المجد. والثناء اللي جاء من صحيفة ذا أتلتيكا البريطانية راهو ما جاش من عندنا احنا باش نقولوا والله ممكن مانيش مستنسين وما عدناش ملاعبي في فريق كبير كيف المانيو، هذا ثناء يجي من ذا أتلتيك. ثاني ما نصورش وراح انا بعل المجبري قدم حويجة باش يشكروه. علاش نحكي في الكلام هذا؟ على خاطر الى حد الان مازالوا ثم نسبة محترمة من الجماهير التونسية وهذا راهو نحترموا الراي امتاحهم، يراوح انا بعل المجبري لاعب اقل من عادي، ممكن حاليا نتراوه لاعب اقل من عادي لكن بحول الله في المستقبل باش يظهر لكم لاعب ممتاز واكثر من ممتاز. وقت اللي حكينا على إمكانية انتقال حنبال البروسيا دورتموند ثم بعض التعليقات اللي قريناها يقول لك يا معلم فاش تحكي، راك تحكي على بروسيا دورتموند، بالك نحكيه على حنبال ينشط حاليا مع فريق بسكارا في الدرجة الثالثة الإيطالية، وقلنا راه هو فريق بروسيا دورتموند يحب ينتد بخويا هوا. نقولوا أخبار بروسيا دورتموند مش صحيح، حنبال مجبري فين بش يقعد؟ بش يقعد في مانشستر يونايتد، وما أدراك ما مانشستر يونايتد، وهذا كان يدل على شيء، يدل على الإمكانيات الكبيرة اللي يتحلى بها لعبنا الدور. على كل حال ما نجمو كان نقولوا حظ موفق الحنبال المجبري، والأخبار المستقبل اللاعب راهي ما تنجمش تكون صحيحة 100% مهما كان المصدر امتاحها، لأنه ثم خمسة مقابلات ودية في التحضيرات الصيفية المانشستر يونايتد، أكيد إيريك تنهاج باش يجرب فيهم اللاعب ومن بعد النجم ونتأكدوا 100% من مستقبل اللاعب. فيما يخص إسماعيل الغربي إن شاء الله في حلقة غدوة نحكيه على اللاعب وكل أو آخر أخبار اللاعب وفيما يخص مستقبله بطبيعة مع المنتخب التونسي. للأسف الشديد الحلقة ما نحبوهاش تطويلة برشا على خاطر الانترنت اللي غالب ما هيش قوية، يعني كانش نهبطوا حلقة فيها 13 و14 و15 دقيقة من توا تقريبا من السبعة متاع العشية عادي جدا الحلقة تهبط ل 11:30 الليل بحول الله. غدوة نحكيه على حن أو على إسماعيل الغربي حلقتنا اليوم، وفات كالعادة البياري متبقى كمش يقولكم حظ موفق للمنتخب التونسي، حظ موفق للاعبين الدوليين، تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، وسلام.